انت ساره قيمه كبيره جدا معانا مفاجاه جميله لا ده هي اللي مفاجاه كابتن ساره دي ازيك يا كابتن ساره كابتن احمد زهران ازيك يا ابو كبات ايه الاخبار ازيكم يا نجوم انتوا جاهزين ولا مش جاهزين؟ جاهزين بنسبة قد ايه كده؟ 100% طب اخبار الدوافع عندكم ايه؟ 100% 100% ايه الدوافع بتاعتكم؟ كابتن ساره قايله لكم ايه الدوافع؟ ها؟ عشان ايه بقى؟ عشان نصعد هو عشان ايه تاني؟ عشان ناخد البطولة عشان انت عايز تعمل ايه؟ ما حدش يطلع مننا ماشي حلو ده عشان ناخد البطولة ها؟ عشان حققنا نفسنا نحقق حلمنا برضه اه بس دي احسن حاجة انت اسمك ايه؟ تعالى بس دي احسن حاجه قالها يوسف عارفين ليه لانه احسن حاجه في الدنيا انه الدوافع بتاعتنا تبقى دوافع المجموعه الدوافع بتاعت المجموعه دايما هي اللي تخلينا ننجح لما نبص في عينين بعض في ارضيه الملعب ونبقى احنا كلنا عايزين حاجه واحده بس ايه اللي احنا عايزينه لا محدش يخرج فاحنا كلنا قلبنا على ايه على قلب بعض صح ولا انا بتكلم غلط طب هتعملوا ايه بقى مع الكابتن ساره متأكدين؟ جاهزين؟ جاهزين شوف دوافع جامدة إبراهيم كمان سمعوني جاهزين؟ جاهزين 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 ازيك يا إبراهيم عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ عايزكم تخلوا بالكم عشان إبراهيم الباي عنده لا 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 ما بيبتاعش ممكن أي حد كده يروح واخده ويحكشه ويموته طيب البطاقة دي لازم يكون في تحدي كابتن سارة لاعب من فريتها كابتن كاسو لاعب من فريته واللاعب اللي هيكسب التحدي ده المرة دي هنعمل حاجة جديدة إيه؟ هو ابراهيم فايق هينضم للفرقه دي وهيستضيفه كنجم الفرقه انترفيو جامد جدا 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 كانك قاعد في برنامج ابراهيم حلو كانك قاعد في جمهور الثالثه بس انا محتاج اصحاب الشاره الذهبيه من المباراه اللي فاتت مين اللي معاه الشاره الذهبيه انا معايا شرطين مش شاره واحده انا عندي شرطين عندك شرطين هو اخد الشرطين اخد الشاره ده انت جامد بقى حارس مرمى اسمك ايه نفسكم بقى عشت الاسامي يا محمد وانت اسمك ايه؟ طب بتلعب ايه؟ صانع العاب صانع العاب حارس مرمى وصانع العاب دول الجامدين جدا ها؟ دول الاحسن لاعب في كل ماتش بس احمد خدها ماتشين ورا بعض مرتين ورا بعض ما شاء الله الله اكبر حاجه حلوه بقى ما هي دي بقى هي دي الميزه جميل كابتن ساره طبعا ان احنا نطلع حاجه للبلد فعلا واحنا عندنا كوادر كتير جدا جدا ومفيش احلى من انه يكون في هدف ومشروع انصحي زي ده فانا بصراحه انا مبسوط بيكم جدا جدا ومبسوط للحماس اللي في عينيكم مبسوط انه في قيمه كبيره جدا جدا موجوده واحنا مبسوطين انك انت موجود معانا ربنا يخليك يا رب امانه يعني ربنا يخليك يا رب مش احنا بس احنا والولاد كلنا مصر يا كابتن ربنا يخليك يلا جاهزين للتحدي جاهزين يلا بينا